كرم المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا القائمين على مشروع دراسة تأصيل القيم الوطنية في المجتمع البحريني، وذلك في احتفالية عقدت بنادي ضباط الأمن العام بحضور الدكتورة جواهر بن شاهين المضحكي رئيسة جامعة البحرين والعميد عادل أميل أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية وأعضاء الفريق التنفيذي القائم على الدراسة من مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بتنفيذ المبادرات. هذا وشهد العميد محمد بن دينا المشرف العام على المكتب التنفيذي بالتعاون الوثيق مع الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية الرفيعة، والذي يعد نموذجا متميزا للشراكة المجتمعية وشكلا متقدما للإنجاز المتكامل في أركانه وأهدافه. وأوضح أن مشروع الدراسة يهدف إلى وضع آلية ثابتة لتأصيل القيم والسلوكيات الإيجابية، حيث تم تحديد 18 قيمة معيارية وتجميعها ضمن 4 فئات هي القيم الوطنية الإنسانية الاجتماعية والقيم السياسية، مضيفا أن الاختبارات اللاحقة التي تلي المرحلة التجريبية ستعمل على تتبع درجة تعزيز القيمة بين أفراد المجتمع.